الجديدة ديالي قناة وصفات راضية. مرحبا بك. الله يحبك. لهنا يخطبك عليا. ضروري ديري لنا البصمة ديالك في طبق انتي مولاتي تعمري ولا والو. انتي مولات الخير. بارك الله فيك. نشكركم بزاف على هادشي اللي درتو معايا واللي كبرتو بيا. كتر خيركم. الله يخلف عليكم ان شاء الله ويرزقكم الحوت ولا تحتسبون. نتمنى ان شاء الله الاخوات كاملين اللي كيتفرجوا معايا اللي كيشوفوا معايا هذا الفيديو يعجبهم الحال. من البارح درت التتبيله لهاد الدجاج. دابا اللي جا غزال باش تبديه درت القزبر العطريه كامله درتها شويه فلفل احمر خرقوم حبه كحله سكينجبير والملح وعصرت واحد الليمه. الله يعطيك الصحه. مع الثومه محكوكه ثومه واحد البصله صغيره هي نسيت. الله يعطيك الصحه. وخليته بات واحد الليله ضروري بات الشرمولات ديالو ني شحال ما بات الشرمولات ديالو كيجي لذيذ وكيشرب الشرمولات ديالو مزيان. شوف ها انتما دابا راني عمرت الشوايات بجوج بيهم غادي نديهم للجزر تما غادي نجمر تما غادي نشواو ولي غادي نخلو نرجعو نكملو لها الباقي ان شاء الله. هي دابا راه دارت الدجاج والشرمان وغادي نشويو رفقاتو مع الحريره. دابا غادي تشوفها معايا الطابله ان شاء الله.
دابا الحريره ديال اللي دارتها بنتي وجدات نتوما، شوفوا كيفاش كتجي، جات خفيفه وزوينه، كثرت فيها الصبور معدنوس كرافس. عندي الزوج ديالي كيعجبو الكرافس والقزبر، كيبقاو هكا باينين ما كيطحنوش كاملين. كتعجبو حريرتي؟ كتعجبو الحريره ديال بنتي حتى هي، كتجيها زوينه الله يعطيها الصحه. غادي نخوي في سوبيره، هذه الحريره راه ما درتهاش في القناه ديالي، اللي درتها كنت مرت لوسي في قنيطره، راكم شفتوا معايا في الفيديو دات الحريره بالبلبوله. ودابا بنتي عاوتاني دات الحريره الحامضه في دارها، هاد الحريره كتجي زوينه. داكشي انا ما نزلتها، ما درتهاش، ما درتهاش انا، حيت راني قدمتها على جوج المرات، قدمتها مره بالبلبوله ودابا عاوتاني. نتمنى تعجبكم ان شاء الله، ديروها حتى نتوما لوليداتكم. الحريره راه زوينه وفيها الحراريات دابا هاد البرد. صافي بركه، صافي
معاهم سيارة دوزناها عند بنتي فاطمة الزهراء. هاكايا شنو نجلس من فيها عمرك ليش دارت قراشل. شوفو كيجيو زوينين رائعين، كيجيو خفافين. دارت الضفيره حتى هي نوعت فيها، بدات هاد النهار. شوفو نتوما كيفاش كتجي الضفيره حتى هي زوينه. درتنا هنا مادلينا خفيفه، كتجي بالماء بلا حليب، تجي زوينه وخفيفه. شوفو كيفاش كتجي حتى هي. جي اسفنجية رائعة يعطيها الصحة. وهنايا عاوتاني كيفما كتشوفو عمرت ليكيش، ودارت القهوة بالحليب أتاي الله يعطيها الصحة إن شاء الله. ونتمنى تعجبكم هاد الأمسية معايا دار ديال بنتي إن شاء الله. إلا بغيتكم ترافقوني فيهم نمشي نديكم معايا، ترافقوني تاي مشحر. نتوما مسكينة عمرت البراد المسوس، وهذا حقاشها معايا أنا عكوزتي تا هي جات معايا ردت عليها حتى هي. ومع البيض البلدي، البيض البلدي وما عندهمش عندهم الدجاج كيشربوش البيض الرومي، كيستعملو غير البلدي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الطابلة ديال هاد الأمسية، وتدعيو مع بنتي ان شاء الله بالخير. صافي نتمنى ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله تكونوا دوزتي معايا هاد الامسيه هاد الروتين ان شاء الله ديال يوم الاحد عند بنتي فاطمه الزهراء. ونتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، وبالصحه والراحه وفي وصفه جديده ان شاء الله.
لكم بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين مزيانين. عندنا ان شاء الله كنت وعدتكم باش غادي ندير الفيسه، غادي ندير الفيسه بسيطه على طريقتي وشوفوها معايا، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. هانتوما غادي نديرو عندنا هنايا دجاجه بلديه في الروج، هذا في الروج بلدي، وعندنا شويه ديال العدس. شوفوا الكميه بحال العدس والحلبه، كل واحد يدير الكميه اللي بغاها. وندير هذا وشويه ديال الحلبه، وهذا كاس ما عامرش بزاف، نص بالزيت البلديه ونص الزيت ونص بزيت لوسيول. انا عندي بصله كبيره مشلبه، هنا عندي معلقه ديال السمن، هذا السمن البلدي الحر، وهذا ديال عادي. وعندي هنايا فلفلة حمراء، حبة كحلة، زعفران، قرفة، خرقوم، ملحة، وسكينجبير. وهنا عندي معلقة ديال راس الحانوت. راس الحانوت انا ما كترتش، شوف معايا درت غير معلقة صغيرة، لا تجي مجهدة، واللي بغى يدير قدامه. المهم انا درت غير معلقة صغيرة. هذا مزيان، هذا راه راس الحانوت راه مزيان ساخن، كيسخنو الانسان في هذا البرد. يلا وشوفوا معايا غادي نبدي. بسم الله على بركة الله، بسم الله. غادي ندير كاس ديال الزيت، هذا راه مخلط زيت البلديه وزيت البيضاء. شوفوا كيفاش، غادي نزيدو عليه الفروج، هذا الفروج بلدي، اللي ما عندوش فروج بلدي ماشي مشكل، يدير عادي، يدير فروج رومي، يدير دجاجه روميه ماشي مشكل، كل واحد على حسب المستطاع، الله يحسن العون. هاهو وغادي نزيد عندي هنايا، عندي هنايا هذا راه هذا السمن الحار، هذا لا السمن الحار، شوفوا اللون ديالو، هذا خدمته على يدي. وهذا هذه الزبده حتى هي بلديه، وانا مطيبه على السمن عادي. صافي السمن الحار غير شويه باش ملي كيضرب عليه البرد، هذا الرفيسه خص الانسان يخرج ما يخرج كياكل ما يخرجش فيها البرد. نزيدو عليها البصلة، البصلة ديالنا شحرناها، نديرو شوية الملحة، تالا خصنا نزيدو. شويه ديال سكينجبير، ديال حبه كحله، عفوا كتروش حاره بزاف، ديرو هنايا شويه ديال سكينجبير على حسب معلقه صغيره. ديرو شويه ديال القرفه، شويه ديال الفلفله الحمراء، ديرو واحد شويه ديال الخرقوم. صافي نزيدو شويه ديال الزعفران. صافي غادي نخليو الكوكوت ديالنا تشحر مزيان، نخليوها كتشحر مزيان. صافي نديرو شويه ديال الماء يطيب باش نقدرو الكوكوت.
شوفوا هنا راه الدجاجه ديالنا كتشحر، البصله ديالنا عطات، شوفوا شوفوا هانتوما البصله ديالنا طاحت، شوفوا هاي البصله ديالنا صافي تشحرت، الروج ديالنا حتى هو صافي. غادي نزيدو عليهم هاد العدس، هاد العدس راني منقياتو وغسلاتو ضروري صافي. العدس قلتلكم نقيناه وغسلناه، الحلبة عاوتاني شوفو شحال درت ديال الحلبة. أنا الحلبة دائما ملي كنشريها كنشريها كنغسلها ونقيها وتكون عندي واجدة. دابا راني عاودت لها غسلتها صافي. انا ما بغيتش نكثر بزاف، درت غير القياس ما غادي ناكل هاد الساعه. انا نهار من درت لكم الروتين ديال الجرده، نهار من ريش الدجاج البلدي قلت لكم راني غادي ندير لكم ان شاء الله رفيسه وعدتكم بها. داكشي خليت هاد الفروج، بغيت حتى نديرو رفيسه شوفوا معايا صافي. غادي نقدروها بالماء ندير فيها شويه الماء بزاف على حساب العدس كيتشرب الماء، على حساب الحلبة حتى هي كتشرب الماء. صافي غادي نبلعو عليها كيف ما شفتو معايا. انا ما درتش فيه الثومه، انا قلتها لكم ديك النهار راجلي ما كيبغيش الثومه وما درتش فيه القزبر، بغيت غير هكا احسن اللي ما شي بغي مع القزبر ما كيتواتاش معاه. انا بدا كيجيني ما يتواتاش مع الرفيسه، ما يجيش الشطه ديال المسمن. وغادي نزيدو هاد المئرقه، كنا زينها مئرقه ديال المساخن بس غير مئرقة صغيرة صافي. هاد المساخن راه زوينين الريحة ديالهم زوينة، هاد البرد كيسخنو الجسم ديال الإنسان صافي. غادي نبلعو الكوكوت ديالنا، غادي نبلعو الكوكوت ديالنا خلوها تصفر. دابا أنا راني معطلة خصني باش توجدلي العشاء، غادي نبلعو عليها ونديرها تصفر واحد ربع ساعة ونحلو عليها. صافي غادي نخليو الكوكوت ديالنا تصفر وغادي ندوزو معايا تشوفو العجينة ديال باش غادي ندير هذا. صافي الكوكوت ديالنا درناها راها كتصفر، دابا غادي ندوزو للعجينة. انا العجينة عجنتها باش نربح الوقت وما نطولش عليكم الفيديو هانتوما. انا عجنتها وخليتها ارتاحت مزيان، والعجينة ديال الاخر ديال هذا ديال رفيسة راها باينة، اي واحد راه كيعرفها، شوية ديال هذا شوية ديال الملحة شوية قليل ديال المعجونة مع الدقيق. انا درت الدقيق عادي ما درتش الحرش، وتعجنيها مزيان دلكيها. دابا هنايا راني فرقتها غادي نخليها ترتاح شويه وغادي نقرص عليها وتشوفوا معايا. صافي دابا صافي دابا كيف ما تشوفوا هانتوما ارتاحت لنا العجينه ديالنا صافي. غادي نبداو نسرحوا فيها باش نطيبوا صافي.
صافي نبقاو نسرحو فيها. نحطها هنايا خليها ترتاح على ما درنا الفرايح، ما عاد نكملو عليها. نحطو الاخرى صافي، نبقاوها بشويه نقوها ما نخليوهاش غليظه. شوفوا هانتوما البقله اللي غادي نطيب فيها انا، انا ما عرفتش ندير الطاجين البقله ديال البوطه، انا ندير البقله ديال الضو. ندير البقله ديال الضو كتساعدني في الطياب شويه فيها. فاش غادي ندير صافي نبقاو هكا كنسرحو ولي درناها نديروها طيب، تنجيو معاها النيشان. انا نسيت ما قلت لكمش ان الاخر هذا الطنجيه ديالنا عفوا المرقه ديال الرفيسه ديالنا، راه كاين اللي كيدير فيها الفول، كاين اللي كيدير فيها الكرافس ربطه، كاين اللي كيدير فيها، انا ما نبغيش داكشي. ولادي ما كيبغوش الفول، انا ما كيعجبنيش الفول. الفول ملي كيطيب كيطلق المرقه ديالو، كيجي داك الروا ديالو قاصح بزاف. صافي سخونا شويه باش تتحرق، هي شويه تنشف نقلبوها. انا ما نكذبش عليكم، حتى انا ما كنتش كنعرف هاد الطريقه. مشيت عند واحد السيده من مراكش، عند صاحبتي، مشينا ضيفنا عندهم وشفتهم كيفاش كيديروا، حتى انا تعلمت. حتى انا ما كنتش كنعرف، في عباس انسان ما كانش يعرف، مهم انه يكون يرضى، اللي يرضى يتعلم يتعلم.
نتمنى ان شاء الله هذه الطريقه اللي درتها تعجبكم، راه سهله وبسيطه، مكونات بسيطه. انا كندير غير داكشي السهل اللي عندي في الدار. التزيين ديالها كاين اللي كيدير البيض المسلوق، يدير عليها اللوز، يدير عليها. انا ما بغيتش نكثر داكشي، يعني هاد النهار حنا الافراد ديال العائله قلال بينا، ما بغيتش نكثر هادشي. الا درت هادشي كامل غيبقى تما ما كانش ليا كرو. حتى شي مره اخرى ان شاء الله يكونوا عندي الديابوله، وغادي نوريكم هاد الثاني. دابا صافي حنا كملنا العجينه ديالنا، زعما داكشي اللي درتو في الاولى اللي حيدتو. هانتوما شوفو معايا هنايا، شوفو أنا حيدت الفول داك اللول اللي درتو، شفتو كيفاش كيجي. نخليو يبرد على ما كملنا، غادي تشوفو معايا شنو نديرو. بقاتنا هادي، صافي نكملو هادي. العجينة ديالنا من التحت مزيان دغيا سالينا، صافي صافي. غادي تشوفو معانا دابا غادي نكمل هادشي ونحيدو شوية. تشوفو معايا صافي، دابا حنا كملنا غادي نطفيو الفرن ديالنا المقلى. صافي شوفو معايا، شوفو كيفاش كيجي، شتو كيجي رقيق، شتو صافي. المهم غادي نخليوه يبرد وغادي تشوفو معايا منين غادي نقطعو باش غادي نوجدو الطبق ديالنا النهائي. دابا غادي نبداو نقطعو هاد لاخر ديالنا السن ديالنا، شوفو لاباس هكا نبقا نقطعو غير بشوية. اللي مبغاش يقطع بيدو، مبغاش يقطع بيدو يدير هكا، شوفو كنبقى هكا نقص هانت، شتو شي ساهل بالنقص. أنا كيعجبني تقطع ديالي تحسن، شوفو التقطع ديالو نقص، أنا كيعجبني هكا حسن. غادي نكمل بيدي حسن، تاهو نتوما كيما بغيتو. الإنسان كان مزروب يقطع بالنقص دغيا، كان عندو الوقت يقطع غير بيدو. صافي هانتوما الفروج ديالنا باغية طاب، صافي شوفو المقة ديالنا، شوفو المقة كيفاش كتجي، مكتجي لا ميد ما لا والو، كتجي مزيانة شوف. جاهزة
انا درتها عاديه، ما سلقت لا بيض، ما غادي ندير عليها لا لوز مقلي لا والو، غادي نديرها غير عاديه. هادي غير باش نتعشى، هذيك ديال الضياف عاوتاني كنقليو اللوز نديرو ليها من الفوق ونسلقو البيض. الريحه ديالها شهية مع راس الحانوت، الطريحه زوينه. صافي حنا غادي نديرو المقطع نزيدها